الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف تحت عنوان: باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان، إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار. في هذا الباب حديثان، الحديث الأول عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم في سورة الإسراء. ما المقصود من الإمام في هذه الآية الشريفة؟ هل المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه إمام الناس أجمعين؟ ظاهر هذه الآية أن هناك أئمة متعددين يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لا أن هناك إمامًا واحدًا، فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله رسول إلى الناس أجمعين من الأولين الذين كانوا في زمانه الى الاخرين، الى ان يرث الله الارض ومن عليها اذ لا رسول بعده. ولكن الله سبحانه وتعالى كما جعل رسول الله صلى الله عليه واله اماما كذلك جعل من بعد رسول الله ائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فهذه الآية تدل كما في الأحاديث عن رسول الله وعن الأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان إمامًا، وناس ذلك العصر الذي كان يعيش فيه إمام من الأئمة هو حجة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله سبحانه وتعالى يحضر ذلك الامام في يوم القيامه ويحضر الناس الذين كانوا في عهده في عصره فيساله ويسالهم يساله هل عمل بتكاليفه تجاه الناس الجواب نعم، لأن الإمام الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى معصوم، رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس الذين كانوا في عصره يجمعهم الله سبحانه وتعالى، فيسأل رسول الله هل أدى تكليفه بالتبليغ؟ الجواب نعم، رسول الله ذكّر وبلّغ و هدى الناس إلى الصراط المستقيم، فأدى ما عليه بأحسن وجه، ثم بعد ذلك يحاسب الناس الذين كانوا في عصره، هل اتبعوه أو لم يتبعوه؟ يؤتى بأبي جهل مثلاً، هل اتبعه أو لم يتبعه؟ زين، هناك يحاسب على أعماله. فيتبين للناس جميعا أنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله فيلقى به في نار جهنم ويؤتى مثلا بحمزة ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه ويحاسب هل اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله الجواب نعم فالعقيدة اتبعه بأن أسلم وآمن وفي العمل أيضا اتبعه إلى أن استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ف يؤخذ به إلى الجنة زين الزمان الذي بعد زمان الرسول صلى الله عليه وآله إمام ذلك الزمان هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيؤتى به فيسأل عن أنه أدى تكليفه أم لا؟ الجواب نعم، إمام معصوم قد أدى ما عليه. يُسأل الناس الذين كانوا في عصره، هل اتبعوه أو لم يتبعوه؟ وهكذا كل عصر يؤتى بإمام ذلك العصر، والناس الذين كانوا في ذلك العصر. مثلاً في هذا العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إمام هذا العصر يؤتى به ويؤتى بنا فيُسأل عن أنه أدى تكليفه الجواب نعم أدى تكليفه حتى هو الآن غائب إنما هو غائب بأمر من الله سبحانه وتعالى لأن الله أمره أن يغيب لكن التكاليف الذي عليه في زمان الغيبة يؤديها نحن هل اتبعناه أو لم نتبعه هل صحت عقيدتنا هل صح عملنا فإن كنا قد اتبعناه يؤخذ بنا إلى الجنة وأي واحد خالفه يؤخذ به إلى النار زين تبين أن جامع من المؤمنين اتبعوا الأئمة الإمام يأخذهم إلى الجنة. لكن الذين لم يتبعوا هذا الإمام يلقون في النار، كيف يلقون في النار؟ يؤتى بمن اتبعوه. أنتم لم تتبعوا رسول الله بل اتبعتم أبا جهل. فأبو جهل صار إماما يدعو إلى النار. فهذا يؤتى به فيلقى به في نار جهنم اولا ثم اتباعه مثلا بالنسبه الى فرعون الله سبحانه وتعالى في القران يقول يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار قومه الذين اتبعوه حيث يقول سبحانه وتعالى فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يأتي بفرعون ويأتي بقومه الذين اطاعوه هذا يجعل فرعون سابقا لهم الى النار وهم يتبعونه في الهوي في نار جهنم، اما مؤمن ال فرعون هو كان من ال فرعون لكنه آمن بموسى هذا يتبع موسى الى الجنه، يعني موسى إمام ذلك الزمان يذهب إلى الجنة يؤمر به إلى الجنة ومؤمن آل فرعون والذين آمنوا بموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يتبعونه إلى الجنة زين إذا واحد ما عند إمام من أئمة الظلال وإنما يتابع يعبد الشمس يعبد القمر يعبد الحجاره الله سبحانه وتعالى يقول: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. فهذه المعبودات غير البشريه تصبح حصب جهنم واتباعها من الذين عبدوها يلقون بعدها في نار جهنم وهذا نوع اذلال لهم. في هذا الحديث الحديث الأول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول لما نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال المسلمون يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين ظاهر هذه الآية تعدد الأئمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم ظاهر أكو أئمة متعددين كل ناس لهم امام زين سالوا الرسول الست انت امام الناس اجمعين لانه كما ذكرنا في ما مضى ان هناك بعض الانبياء الرسل وصلوا الى درجه الامامه كما قال الله سبحانه وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما يعني ابراهيم كان نبيا ورسولا والله سبحانه وتعالى اختبره بعده اختبارات وكان اشدها عليه امره وكان اشدها عليه امره بذبح ابنه اسماعيل فاتمهن، يعني نجح في كل هذه الامتحانات ثم بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين فالامام من الله درجته اعلى من درجه النبوه والرساله لذا ابراهيم بعد نبوته وبعد رسالته اصبح اماما وليس جميع الانبياء ائمه فرسول الله صلى الله عليه واله هو امام لكن المراد في هذه الايه يوم ندعو كل اناس بامامهم لا يراد خصوص رسول الله صلى الله عليه واله، لأن من بعد الرسول لا توجد لا يوجد أنبياء، لأن رسول الله هو خاتم الأنبياء، لكن بعده أئمة ليسوا أنبياء، أولست ألست إمام الناس كلهم كلهم أجمعين؟ قال رسول الله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ولكن سيكون من بعدي ائمه على الناس من الله من اهل بيتي بعد الرسول صلى الله عليه واله لا تنقطع الحجه الله سبحانه وتعالى عين ائمه لانه كما مضى في احاديث كثيره الله سبحانه وتعالى من يوم خلق ادم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يخل الأرض من الحجة فالأرض لا تخلو من حجة هو آدم أول إنسان وهو خليفة الله على الأرض وهو حجة الله ومن بعده استمرت الحجة بين نبي ووصي نبي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بين محمد وبين عيسى عليهما وعلى رسول الله واله الصلاه والسلام فتره من الرسل لكن الاوصياء لم ينقطعوا بعد عيسى بعد ان رفعه الله سبحانه وتعالى الى السماء كان هناك اوصياء لعيسى وصي من بعد وصي الى ان اخر الاوصياء سلم ودائع النبوه لرسول الله محمد صلى الله عليه واله وبعد ذلك مات ومن بعد الرسول محمد ايضا الارض لا تخلو من حجه ولم تخلو من حجه. امام من ائمه اهل البيت دائما موجود الى ان يرث الله الارض ومن عليها في حديث الثقلين المشهور الرسول ايضا قال: وانهما لن يفترقا، زين القران الان موجود بايدينا؟ نعم من زمان الرسول الى يومنا هذا القران موجود. واحد من اهل البيت اللي هو عدل القران أيضا موجود لأن الآية تقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض كما مر تفصيله في بعض الحلقات الماضية ولكن سيكون من بعد أئمة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون في الناس يعني هؤلاء يقومون بوظائف الإمامة لكن المشكلة أن الناس كذبوهم كما أن الأنبياء هكذا الناس كذبوهم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولا تجد أكثرهم شاكرين من بعد الرسول صلى الله عليه واله إلى يومنا هذا الأمر كذلك يقومون في الناس فيكذبون يكذبهم الناس ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم أئمة الكفر والضلال يظلمون الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكذلك أشياع أئمة الضلال لأن أئمة الضلال أشخاص معدودون كيف تمكنوا من غصب حقوق الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن لهم أشياع في حديث معروف، واحد اجى عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وقال كان موظف عند بني أمية، وقال: أنا ما أشترك في ظلامتكم، يعني مو شرطي، ولا عنصر أمني، ولا أنه أبتز الناس حقوق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا، موظف في جهة أخرى فهل يجوز عملي؟ الإمام قال له أنه إذا بني أمية إذا بنو أمية لم يجدوا أنصارا مثلك ما تمكنوا من غصب حقوقنا بنو أمية هم كم واحد؟ خمسين، مية، مية وخمسين، ميتين، ألف لا يتمكنون من فعل شيء لكن لأنه صار لهم أعوان وأنصار آلاف مؤلفة من الناس هؤلاء شيدوا سلطان بني اميه، وبنو اميه شيدوا سلطانهم على هؤلاء. فأئمة الكفر والضلال هؤلاء الكبار الذين يدعون الى النار، قادة الكفر والضلال، واشياع هؤلاء، اتباع هؤلاء. في ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه يروي ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قبل بدء معركه صفين حينما اجتمع الجيشان لأن جيش الإمام وجيش معاوية عندما اجتمع في قرب الرقة مدينة الرقة من اللحظة الأولى لم يبدأ القتال وإنما حسب ما في بالي قريب ثلاث أشهر كانت هناك مفاوضات حتى لا يصل الأمر إلى القتال على كل حال فأمير المؤمنين عندما رأى رايات جيش الشام قال راية قديمة وجدت انصارا. ما معناه راية قديمة شنو؟ هي يعني نفس الراية اللي رفعت بوجه رسول الله صلى الله عليه واله وفي قتاله في يوم بادر ويوم احد. هذه الراية التي انهزمت في ذلك الوقت لانها لم تجد انصارا الا القليل. هاي نفس الراية لكن الآن وجدت أنصار مئة ألف واحد تحت هذه الراية لأن حسب ما في بعض التواريخ أن جيش معاوية في صفين كان مئة ألف وجيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان خمسين ألف راية قديمة وجدت أنصارة ولذا الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أقاتلهم تقاتلهم على التاويل كما قاتلتهم على التنزيل يعني هؤلاء في البدايه حاربوا رسول الله على كلمه التوحيد على نبوه محمد كانوا ينكرون ذلك لكن لما اظهروا الاسلام نفاقا هؤلاء ذهبوا الى مصالحهم فأمير المؤمنين قاتلهم لا على التنزيل لأنهم كانوا يتشهدون الشهادتين في الظاهر وكانوا يصلون في الظاهر يلتزمون بالعبادات في الظاهر لأن المنافق هكذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ولكنهم كانوا يظهرون الاسلام ويؤولون الايات القرانيه والاحكام الاسلاميه على خلاف ما اراد الله سبحانه وتعالى. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. زين. فالائمه اللي بعد الرسول صلى الله عليه واله في يوم القيامة يؤتون ويؤتى الناس الذين كانوا في عصرهم ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله فمن والاهم هؤلاء الأئمة من أهل البيت والاهم بقلبه اعتقد بهم أحبهم واتبعهم عملا تحب في قلبك أما تحاربه هذا لا يفيد تحبه في قلبك وتتبعه مو مثل ذولاك اللي قال الفرزدق عنهم سيوفهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فيما يقولون فالأحكام التي يذكرونها بعض الناس كانوا عند حالة من المخالفة الدائمة يشوف الإمام الصادق ماذا يقول يخالفه حالة من العنات لا وصدقهم زين اذا واحد والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني. الايه الشريفه ماذا تقول في ابراهيم؟ فمن تبعني فانه مني. بالنسبه الى سلمان عليه السلام الرسول ماذا يقول؟ سلمان منا اهل البيت. يعني شنو؟ سلمان منا اهل البيت. يعني تابع لنا. وكلما كانت الدرجه في التبعية أشد كونه منهم يكون أكثر فهو مني فمن تبعني فإنه مني ومعي يعني في الجنة رسول الله في الجنة وهو في الجنة طبعا مو معنى أن ثواب الرسول في الجنة يكون مساوي لثواب المؤمنين لا الرسول صلى الله عليه وآله أعلى درجة لكن المقصود معي يعني معي في الجنة أنا في الجنة وهو في الجنة وسيلقاني يعني سيلقاني على الحوض في يوم القيامه لان المؤمن حينما يوم القيامه ياتي الى الحوض رسول الله صلى الله عليه واله يامر امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بان يسقيه واذا كان شخص من المنافقين من الكفار يطرد من الحوض لا يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله زين هذا بالنسبة إلى الذي اتبعهم ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني هذا متابع لي الرسول يقول ولا معي لا يكون معي في الجنة يعني هو في النار وأنا منه بريء يعني هناك مزايلة بيني وبينه معلوم إذا واحد الرسول صلى الله عليه وآله بريء منه فهو في النار الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام الصادق يقول ان الائمه في القران على صنفين صنف من الائمه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا صنف ثاني من الائمه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون لان الامام من يؤتم به من يقتدى به لذا امام الجماعه نقول له امام الجماعه لماذا لان الناس في صلاتهم يقتدون به الذي نصبه الله سبحانه وتعالى امام حق الناس يأتمون به والذي تمرد على أمر الله فصار قائدا في الضلال أيضا الناس يأتمون به فهو إمام يدعو إلى النار قبل ما نذكر مفردات هذا الحديث الشريف نقول إن كلمة الجعل في القرآن الكريم تستعمل في ثلاثة حالات أو في ثلاث حالات عندما يقول جعل الله يعني شنو جعله جعلناهم يعني شنو جعلناهم الاستعمال الأول بمعنى الجعل التكويني بمعنى الخلق كقوله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا جعل الشمس ضياء، يعني شنو؟ يعني خلق الشمس مضيئة. خلق القمر ذا نور. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يخاطب بني إسرائيل يقول: إذ جعل فيكم أنبياء. يعني خلقهم فيكم تكوينا. هذا الاستعمال الأول للجعل بمعنى الخلق التكويني. الاستعمال الثاني للجعل الجعل التشريعي بمعنى تشريع حكم كقوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني شنو جعلنا لوليه سلطانا؟ يعني شرعنا له القصاص. هذا ليس جعلا تكوينيا، لانه كثير من الاحيان القاتل اقوى من ذوي المقتول حكام الظلمه يقتلون الناس ولا احد يتمكن من السيطره والسلطه عليهم فليس المراد في هذه الايه وامثالها الجعل التكويني وانما المراد الجعل التشريعي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا يعني فقد شرعنا القصاص فقد جعلنا لوليه سلطانا هذا الاستعمال الثاني الجعل التشريعي الاستعمال الثالث للجعل بمعنى عدم المنع تكوينا وعدم منع الأسباب التكوينية مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذل وكذلك في آية أخرى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يعني جعل تكويني يعني اجبره الله سبحانه وتعالى على ان يكون عدوا للانبياء؟ كلا، احنا ما عدنا جبر عندنا اختيار لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين هل بمعنى جعل تشريعي يعني امرناه بان يكون عدوا للانبياء؟ كلا، لان الله سبحانه وتعالى لا يامر بالقبيح فما هو معنى هذه الايه وامثالها؟ معناه أنه لم نجعل مانعا يعني إذا واحد أراد أن يعادي الأنبياء نحن لا نرسل ملائكة ليمنعوه من ذلك لا نجعل بينه وبين العداوة مانعا تكوينيا تركناه وشأنه لأن الاختيار والامتحان يقتضي ذلك الله لم يخلقه عدوا حتى يكون جبرا والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ان يجبر الناس على القبيح ولا بمعنى ان الله امره بالعداوه لان الله لا يامر بالفحشاء والمنكر وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينهم وبين العداوه مانعا لذا يتمكن من العداوه لان الدنيا دار اختيار زين اذا هذا اتضح آية وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا هذا يراد به المعنى التكويني يعني الله خلقه إماما وهذا لا بانع فيه الله يخلقه إماما يخلقه نبيا يخلقه رسولا لا محذور في ذلك لأن الرسالة لأن النبوة لأن الإمامة كمال والله سبحانه وتعالى يخلق انسان متصفا بهذه الصفه. فالجعل في هذه الايات التي حول ائمه الحق الانبياء الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هذا يراد به المعنى التكويني. اما بالنسبه الى ائمه الضلال وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. شنو المراد به؟ بمعنى عدم المانع بينهم وبين الدعوة إلى النار يعني إذا واحد أئمة إمام من أئمة أم الضلال قام ويريد أن يضل الناس، الله لا يرسل ملائكة يمنعوه إذا أضل الناس الله سبحانه وتعالى لا يمنعه من ذلك وإنما يستدرجه من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين، الله يمهله يتمكن من إضلال الناس كما نرى ذلك عيانا كثير من أئمة الضلال أضلوا الناس والله سبحانه وتعالى أمهلهم وبعضهم بعد حين عذبهم في الدنيا وبعضهم لم يعذبه في الدنيا وإنما يعذبه في الآخرة لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يحدون بأمرنا بامرنا لا بأمر الناس هاي بامرنا الباء متعلقه بالجعل يعني جعلناهم بسبب امرنا نحن اردنا ذلك الناس ارادوا او لم يريدوا هسه الناس رفضوا ابراهيم اضطر ان يهاجر هل غير ذلك من رسالته ونبوته وامامته شيئا لا الله حينما جعله اماما استشار الناس جعل شورى بين الناس لا حينما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله ولم يؤمن به أكثر أهل مكة فأكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون زين هل استشار أهل مكة كلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة كذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعد رسول الله الله عينهم ولا دخل للناس في ذلك لذا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم يعني الأئمة الذين هم من قبل الله هؤلاء يعمل بأمر الله مو حسب رأيه ما يقول الله سبحانه وتعالى يتبعه وحكم الله قبل حكمهم هذا الإمام الأول الإمام الثاني من هو؟ من القسم الثاني قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار هؤلاء لم يمنعهم الله سبحانه وتعالى عن إضلال الناس لأن الدنيا دار امتحان هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقدمون أمرهم قبل أمر الله شهواتهم يقدموها يغير حكم الله حكم الله سبحانه وتعالى لشهواته يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل هاي علامة شلون تميز الأئمة بأمر الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأئمة الضلال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كيف تميز بينهم؟ التمييز واضح إذا تشوف إمام يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبأحكام الله ولا يرجح هواه على أمر الله فهذا يتبين إمام حق هاي علامة وإذا رأيت هذا الشخص يرجح حواه على أمر الله يتلاعب بأحكام الله يدفع الفلوس للوضاعين ليضعوا الأحاديث حسب أهوائه فهذا إمام ضلال هذه علامة تميز بينهما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع أئمة الهدى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين